تحية لك في المساحة الماضية. يمكن هي واحدة من المساحات اللي بتدي فعلا إحساس بالأمل، وبتحب العمل أيا كان هو شنو، بتحب إنك أنت تشتغل شغل بتتقنه وفي نفس الوقت بتلقى نفسك فيه، وبرضه بتمتع نفسك بالحاجة اللي أنت بتعملها. يمكن نحن بنشتغل عادة لربات البيوت وبيشغلوا جنبهم المسجل أو بيفتحوا جنبهم أغنيات، ودي عادة عند معظم الناس، خلينا نقول ما كل الناس، لكن عشان تغير من مودك وتغير من نفسيتك وتقدر إنك تشتغل شغلك بمود عالي، بتقدر تشتغل مع أغنيات أنت بتحبها، مع تفاصيل أنت بتحس إنك بتستمتع فيها. خلونا مع بعض نمشي لواحد من الفنانين الموهوبين اللي هو خارج أرض الوطن، وخلينا نقول بعض الشجون اللي قادته لأنه هو يغني أغنيات الحقيبة بطريقة مميزة. حنمشي مع بعض لعترك الفواح، للنفوس مسكن، يا زهرة السوسن، وطارق أبو عبيدة. قلت لك طلي وحي لو أمكن، قلت لي لا لا ربي أحسن يا أنا. قلت لك طلي وحي لو أمكن، قلت لي لا لا ربي أحسن يا والربيع عفات، وانت ما جيتي حزنة الساحات، جرحي صاحتي فيها أهلا، ويوم مرة طليتي يا نسيتي أنا. قلت لك طلي وحي لو أمكن، قلت لي لا لا في الربيع أحسن يا والربيع عفات، وانت ما جيتي حزنة الساحات، جرحي صاحتي فيها يا نسيتينا، وقلت ما نسيتي يا زهرة السوسن. الظروف شغلك ولا شغلك؟ الظروف شغلك ولا شغلك؟ ولا قلبي طال شوق جرتي عليه؟ الظروف شغلك ولا شغلك؟ ولا قلبي طال شوق جرتي عليه؟ زهرة الحنين الربيع لو زار خليها خشاني، الربيع لو زار خليها خشاني، موسم الأزهار خايف إنساني أنا زهرة السوسن. الظروف شغلك ولا شغلك؟ ولا قلبي طال شوق جرتي عليه؟ زهرة الحنين الربيع لو زار خلي أخشاني، موسم الأزهار خايف عطرك الفواح للنفوس.
الفردوس مسكن يا زهرة السوسن عطرك الفواح للنفوس مسكن.